والله كتير بفرح لما أشوف يعني the response and how amazing everything turns out. وشي مبروك النجاح. الله يبارك فيك. Thank you. أنا بحسك عندك شخصيتين. واحدة اللي شفناها هناك عم تصرخ واو دبي yeah. وهون قاعدة وساكتة. و... Yeah, that's شو اللي يعني؟ that's Noriana. إيه وهون شو؟ نورا. آه والله. yes. You know it's so amazing. أي واحدة المجنونة هذه ولا هذه؟ نوريانا مجنونة. نورا حتى هي شوية مجنونة but احيانا يعني depends. شو اجن شيء عملتي بينحكى على الشاشه؟ craziest thing ايه؟ رحت على الهند. نو انت صار معي كورونا؟ صار معي كورونا صار معك كورونا كيف كانت تجربتك مع كورونا؟ I got corona already. Oh my god, it was horrible. Horrible؟ yeah. انت vaccinated ولا؟ yeah, but still it was horrible. شو اللي worst experience. شو تعذبت؟ تعذبت كثير يعني 2 weeks كنت نايمة على الفراش. Well? Yeah, يعني my bones were killing me. والله. Yeah, كتير تعبت. I didn't expect I would be able to perform like that after Corona. كيف دبي معك؟ دبي كتير حلو. And I want to say congratulations to Dubai. They are able to do something so big like Dubai Expo. كتير فرحت يعني إحنا العرب we are doing amazing things. Yeah. And I'm very very proud. كتير فخورة. And when I see this, I become very happy. اللي بيقعد معك بيشوف انه انت حدا قوي قوي okay. انت بنت قويه yes, yes. صح قد حالك yes. احنا بنقول قد حالك yes, كنت أدحالي. كنت تتابعي yeah. باب الحاره معناته قد حالك قد حالي 100% قد حالك وبنفس الوقت بتقولي انا عاطفيه yes. العاطفي ما هو قد حاله لا انا رجل لا انا عاطفي انا زلمه اي حدا بيضحك But علي عاطفي means like sensitive ايه of course. يعني emotional yes ليش لا ما يزبط يا هيك وهيك ما لا I'm human اي ولا I'm not a robot هلا شي مره عاطفتك هيك خلتك يعني في certain situations بتكون عاطفي and then when you need to be strong you have to be strong I have both ما بتزبط كيف يعني بتزبط انت دكتور جيكل مستر هايد كيف بتزبط معك والله بتزبط معي انا هيك شخصيتي مين الغالب العاطفه ولا العقل تبع عقل انت مبين عليكي تبع عقل I think العاطفي. لا وشكلها هيك. I think so. Yeah, of course. والله. I'll give you an example. أعطيني. بالهند, right? I struggled so much to become who I am. If I wasn't so emotional, I would have said خلاص ليش بدي هيك؟ ليش بدي أتعذب؟ أنا هذا كان سؤالي الثاني إنه شي مرة حسيت إني أنا خلاص I have to quit. All the time, but I'm so passionate and that's an emotion. عشان بحب. Very strongly, I couldn't let go. والله. Like, no, I can't let go. It's too much love and passion and, you know, so. But لو ما كنت emotional, كنت حكيت خلاص. طب هلا أنت عم تقول أنت عاطفية. Okay. العاطفي بيحب. Yes. شو الحب بنظرك؟ حب بنظري؟ إيه شو هو؟ حب إشي very special. Okay. Very special and very rare. Okay. يعني special خاص, خاص. ورير نادر. إيه. Yeah. Okay. Rare نادر. وإشي unfortunately it's not there so much now. هو نادر لأنه. Yeah, نادر. So إيه. this is very unfortunate. يعني أنت ما حبيتي لهلا؟ لا of course حبيت. مين ما حب؟ ما بعرف كتير ناس ما حب. مخرجنا ما حب. Of course حبيت. Yeah. Of course. طب الحب شو أخذ ولا عطى الحب شو؟ الحب it depends يعني باخذ بيعطي it depends on the human الشخص اللي حبيت لو حبيت شخص مو كويس ما بيعطي بس بياخذ أنت بتعطي ولا بتاخذ؟ أنا بعطي تعطي؟ I'm a loving person والله جد and I think that's also يعني إذا واحد قال لك دينينا شوية فلوس تعطي؟ yes والله. unfortunately unfortunately yeah I can't say no